الدار البيضاء ما كتعرفش غير المشاكل على مستوى ديال المساجد فقط، هناك كذلك مشكل، ومشكل كيمس الصحة ديال المواطنين، لأنه كيتعلق بتلوث ديال المياه الصالحة للشرب اللي نشرت الأخبار ديالو الجرائد، وجا في التقرير ديال الأخير ديال المجلس الأعلى للحسابات، واللي مع الأسف الشديد هو من مسؤولية لذاك، وكاين تستر على هاد الأفعال، لأن ما علمناها حتى خرجت في الجرائد وفي التقرير اللي شرت ليه. فلذاك كتقول أن هي مسؤولة غير على توزيع ديال الماء، وأن المنتجين ديال الماء هما اللي خصهم يتكلفوا بالشبكة ديال التوزيع، وهذا غير صحيح، لأن العقدة اللي كتربط المدينة بليداك كتحملها أنها تجدد هذه الشبكة، وهذه من المسؤولية ديالها. احنا هذا المشكل ديال المياه الملوثة كيجي من بعد واحد العدد ديال الفضائح، واحد العدد ديال المشاكل. كنتذكروا المشكل ديال الكوليكتور ديال 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 بوزنيقه ديال ديال بوسكوره، واللي كان مبرمج من سنين، وترتب على الاهمال ديالو انه وقعت فيضانات في اخر نوفمبر 2010، وتضررت الدار البيضاء بواحد الشكل فظيع جدا، وهذه خمس شهور باش وقعت هذه الفيضانات. الى يومنا هذا باقي ما عرفناش شكون المسؤول، وما هو جزء المسؤوليه اللي كتحملوا ليداك في هذا الموضوع. علاش؟ لان كيف قلت كاين واحد التستر اللي ما مفهومش. الى ليداك كتحامي وكتدافع على المصالح ديالها، هذا شيء مفهوم، ولكن احنا اللي عطينا هذا التدبير كيخصنا نسالوها، وخصنا نحاسبوها، وخصنا نتابعوها، ونحطوا هذاك العقد اللي كيربطنا معاها على فوق الطاوله، ونحاسبوها بند بند على كيفيه التطبيق ديالو وكيفيه الاحترام ديالو. كتعرفوا ان اليوم في الدار البيضاء ما كتكونش شي وقفه احتجاجيه الا ما كيطلبوا الناس بان ليداك تمشي في حالها، لان ليداك في الحقيقه طامه كبرى على مدينه الدار البيضاء. كنتمنوا ان المسؤولين ياخذوا المسؤوليه ديالهم تجاهها بكل حزم، وشكرا لكم.